التطوع رسالة سلام، هكذا كان شعار فعاليات معرض التطوع بالمكلا، تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر، والذي أقامته مؤسسة متطوعون بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية بحضور مجتمعي لافت. أعدت هذه الفعالية في من ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع، تخللت هذه الفعاليات عدة أنشطة وبرامج من ضمنها المعرض. هذا المعرض تم استهداف فيه مجموعة كبيرة وشريحة كبيرة من هذا المجتمع والمواهب، من ضمنها أو أكثر شريحة استهدفناها الشباب. تم اختيار رسالة السلام لهذا الفعالية، فعاليات اليوم العالمي للتطوع. طبعا اليوم العالمي للتطوع تخلل عدة أنشطة من ضمنها المعرض. طبعا مشكورين كل الجهود اللي بذلوها من فنانين إلى متطوعين، وبرضه للحضور كان فعاليتهم مرة عالية معانا بشكل، واكتشفنا فعاليتهم من ناحية الأسئلة والرسم، وعندهم إمكانيات وإبراز الشباب مش فقط بالمشاركين حتى بغير المشاركين، إنهم كانوا متفاعلين بشكل فعال جدا. المعرض الذي استمر لمدة 3 أيام احتوى على 15 ركنا في مجالات متنوعة، منها ركن الرسم والإذاعات والصحة والوسائل التعليمية، وكذا الفرق التطوعية والخط والتصوير وذوي الهمم، وأيضا مشاركة مؤسسة السرطان ومنتدى بصمة مبتعث والرابطة الحضرمية للسكري ومرسم ملتقى الفن ومؤسسة التوحد وغيرها من الأركان. والله بالنسبة للمعرض، كان المعرض حلو وجميل، وكان فيها عدة أركان مختلفة وعدة مشاركات، وكان الاندفاع من الناس حلو جدا والتواصل معاهم حلو، والناس كانوا جدا مريحين في التعاون معاهم. الفعالية جدا جميلة، حازت التقاء كبير من الضيوف والجماهير، تفاعل. سعيدين جدا بمشاركتنا فيها كرسامة، كحضور كان جدا مبهر. حابين انه يكون في زي هذه الفعاليات في المستقبل، خلدها أمامنا. فعالية معرض التطوع أعطت اهتماما كبيرا للمتطوعين من خلال إظهار إبداعاتهم وصقلها في المجتمع وإبرازها في قالب حضاري، فالتطوع تنمية للإبداع وروح للتجديد. بعيدا عن أزمات البلاد الملقية بظلالها على المواطن، هنا معرض التطوع بالمكلا، إبداعات ومواهب شبابية تعكس عمق الثقافة الحضرمية، ليجسدوا هنا لوحة فنية شعارها التطوع رسالة السلام. محمد بن فضل لقناة حضرموت الفضائية، المكلا.